السلام عليكم مشاهدينا الكرام. طبعا زي ما عودناكم بجولاتنا داخل مدينة طرابلس، اليوم جينا لسوق بوشعالة في بوسليم. نبغى اليوم نعرف تسعيرة الخضرة والفواكه اليوم قداش تخدم في السوق، خليكم معنا. لازلنا مستمرين معكم داخل محلات الخضرة. هنا نبغى نشوف ونبدأ بالجهة الطماطم، هيك لقيت التسعيرة هنا من البداية نازلة، ونشوف ناحية الشباب هنا يعطينا تسعيرة اليوم الخضرة. مرحبتين بكم. الطماطم هذا بدينار، خلينا نتعرف عليك قبل الطماطم. علي معقد ولا فرحان بأن الطماطم نزل يا مات؟ هذه فرحان أكثر الناس، حتى ظروف واحد اللي فيه ما عنداش سيولة، واحد نجيبوا حاجة ديما رخيصة حتى الناس تاخذ. قداش اليوم الطماطم؟ اليوم هذا عندنا هذا بدينار، وعندنا ثلاثة بخمسة. ايش الفرق بيناتهم؟ درجات هي الطماطم، يعني تخزين او مثلا الانواع. انواع في صوبات وفي سمسي، هذا سمسي وهذا صوبات. ونعرف ان الناس اللي ما تفضل الشمسي اكثر من الصوبات. اكيد في ناس اللي تاخذ كلها، اكثر شيء تاخذ في السمسي ما تاخذش الصوبات، وفي اللي ياخذ الصوبات. بنجول البصل، هنا البصل قداش؟ صل 3 كيلو بخمسة. 3 كيلو بخمسة ثابت حتى هو ثابت. قداش كان الاسبوع اللي فات؟ كان بستة وكان بسبعة وكان بثمانية، حتى في رمضان باع بثمانية وبتسعة. اشبعنا فيه انخفاض كويس. ثلاثة بخمسة منيح، حتى السعر متاعها معقول، حتى الناس ما تشكيش، ما فيش حد يشكي منه. ياخذ. يعني في عليه اقبال كويس. هذه سعرها دينار. هذه سعرها دينار. وعندي غادي ثلاثة بخمسة، باقوات مسكرة. وش الفرق بيناتهم؟ حتى هي نفسها، في بطاطا في التخزين وفي الجديدة. قداش قلت لي هنا الفلفل الهريس هذا؟ هذا الخمسة بعشرة. خمسة بعشرة وفي عليه سحب الفترة هذه. عليه سحب كويس. قداش طلعت تسعيرتها؟ 15 دينار ونص. تو 15 دينار ونص، في رايك انت سوم كويس؟ مش انت مثلا تاخذ به خضره قداش يومين ثلاثه؟ هذه ديرها ثلاث ايام بالضبط. وكويسه 15 دينار؟ لا كويس بالنسبه لي، هناك كويسه. وباي ولا مؤسستي صغير هيك كويسه، ما نعرفش يعني ناس ثانيه مناسبه ليك؟ ايه بالنسبه لي مناسبه لي كويسه عادي. صحتين ان شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك. حاليا جينا جات الفواكه وبنواعها، نبغى نعرف تسعيرتها ونعرف الحاجه اللي مستورده من برا ليبيا والحاجه اللي انتاج الوطني هنا. اعطينا نبدا من جهه الخوخ. هذا الخوخ تونسي، كله تونسي، البضاعه دي كلها تونسيه، حاجه نظيفه. قداش؟ 7 جنيه. يعني تسعيرتها ثابته 7 جنيه؟ 7 جنيه للكيلو. باي وش انت الموز قداش؟ الموز 3 ب 10. حتى الموز فيه انخفاض بشكل كبير، وصل لي 10 دينار الكيلو. صح صح نازل فيه انخفاض. تفاح عندي هذا ب 7 جنيه، وعندي الدبان هذا ب 9 جنيه. والفرق بيناتهم النوع؟ النوع الحاجه الجوده. وش عندنا ثاني؟ مشماش. مشماش هذا 7 جنيه حتى هو. انزاز كومترا 9 جنيه بيفا. 9 دينار. دلاع قداش الكيلو؟ دلاع دينار كيلو. دلاع دينار. فصلي ماهوش صوبات. قلعاوي قداش؟ قلعاوي زوج جنيه وثلاثة بخمسة. لاحظت ان حتى في عنب هنا، موسم العنب تو بدا كده. هذا من ليبيا هنا ولا حتى لا؟ لا حتى من هنا عندنا احنا هنا. من ليبيا. قداش كيلو العنب؟ الاربع كيلو ب 10 جنيه. 4 كيلو 10 جنيه. مشماش العوينه ب 5 جنيه كيلو. عوينه محليه؟ هي محليه. واللوز حتى هو محلي. اللوز قداش كيلو بدا؟ 3 كيلو ب 10. مشكور بارك الله فيك. الله يسلمك خال. طبعا في ختام جولتنا، انتم زي ما شفتوا اليوم اسعار الخضره والفواكه لاحظنا في انخفاض بشكل كبير هنا في منطقه بوسليم في بوشعالة. الطماطم وصل دينار من 7 دينار و6 دينار، الخيار وصل لي زوز دينار وزوز ونص من برضه حتى هو 7 دينار و8 دينار. كان معاكم عبد المنعم الراشدي، مدينه طرابلس، قناه تبادل.